يلا يلا يا شباب شيل شيل الله اكبر الله اكبر يا الله خفف اخوي خفف شوي الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر مجازر يومية بالبيوت المدنية والعائلات اللي عم تصير تحت الأنقاض كلياتهم. اليوم الطيران الروسي استهدف حي الساخور بصاروخ فراغي، عائلة كاملة مؤلفة من 7 أشخاص، أب وأم الحمد لله على قيد الحياة، طفلين شهداء وثلاث أطفال الحمد لله على قيد الحياة.